طيب تعالى بقى ننتقل لملف مختلف، نروح يلا. شويه لمنتخب مصر اللي امبارح بدا المعسكر استعدادا لمواجهه هنا بلجيكا. وديا زي ما احنا عارفين من 18 نوفمبر هيكون يوم 18 في الكويت. فيتوريا، ده هنتكلم عن فيتوريا وايه الجديد. هو استقبل امبارح نجوم المنتخب اللي تم استدعائهم لمعسكر خلاص يعني المنتخب، وكمان الجهاز الطبي اعلن، ودي نقطه مهمه جدا، سلبيه المسحه الطبيه للكشف عن الفيروس. فيروس هو لسه معانا فيروس كورونا ده، تخيلي زهقنا والله تخيلي جميع والله افراد لسه. الجهاز الفني وللعيبة. طيب قائمة المنتخب ضمت 24 لاعب بقائمة اللاعبين المحليين، منهم 8 من الأهلي، خلينا نقول أساميهم برضو: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ومحمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، ومحمد شريف. طيب المعسكر هيكون المعسكر على فترتين، الأولى من 7 ل 11، والفترة الثانية من 13 ل 18 نوفمبر. هنتمنى أكيد كل التوفيق للمنتخب في مواجهة بلجيكا، تواجهوا قبل كده طبعا كتير لكن كانت الكفة فالأرجح لبلجيكا. وبالمناسبة برضو خليني أقول لحضراتكم، يعني منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا هو خاض مباراتين وديتين في معسكر كان سبتمبر الماضي، ونجح في الفوز على منتخبي النيجر وليبيريا بثلاثة أهداف نظيفة كانت في كل مباراة. هنيجي تاني نقول هو ده التقييم اللي احنا على أساسه هنتكلم عن فيتوريا؟ أكيد لا، بس احنا بنتكلم إن الراجل ده مع المنتخب عمل إيه سو فار. أكيد مباراة بلجيكا هتعكس برضو إلى حد ما انطباعات كتيرة جدا عن أداء هذا الرجل، هذا المدير الفني، لكن برضو لسه بدري ان انت تحكم، مش بالمدة على قد بالماتشات اللي بيتم خوضها، على قد برضو الإدارة اللي بتتم، على قد التنظيم اللي بيتم، على قد الجدول اللي بيتم، على قد الأداء اللي انت بتشوفه للعيبة في الأرض المختلف المتطور اللي مفروض فيتوريا يحققه. فبالتوفيق ان شاء الله، بس هتبقى مباراة اكيد قوية مع بلجيكا يعني. اكيد، وهي هي الاكثر منطقيه لو احنا هنحكم، هي الاولى بان احنا نحكم بموجبها عن الماتشين اللي فاتوا لاسباب كتير واعتبارات كتير. على فكره يعني انما الى علمنا ان محمود متولي في اشعه اتعملت له اثبتت اصابته فتم استبعاده من ده لسه خبر ده اه لسه يعني حاله طازه يعني، فبنتمنى له اكيد الشفاء العاجل.